إيميلي كين أو بما يسمى شريفة وزان، قصة امرأة إنجليزية وقعت في عشق دار الضمانة. للتاريخ تأثيره في طبيعة المجتمع البشري، كونه يغذي الإنسان بفيض الماضي، وإننا بتاريخ كمؤثر فإننا نسعى من خلال تسليط الضوء على حياة شريفة وزان إلى أن يتحرك هذا التاريخ في الاتجاه الذي يمكننا من استجلاء حقائق أغفلت ذكرها الكتب الرسمية والنبش في خفايا ارتدت هالة الطابو لزمن طويل، وأضحت تغري نهم الباحث الذي يسعى دائما إلى بلورة علاقة ذاتية مع التاريخ، استنادا إلى جدلية التماهي بين التالوت المرتكز بين حاضر يعتبر قطب روحي بين الماضي والمستقبل. من يطمر مولاي عبد السلام بن العربي الشريف الوزاني الكبير إلا ويقرنه بشجرة مرفوعة بالسلطة الدينية التي امتلكها والمكان العظيمة التي احتلها في ميزان القوى داخل المملكة التي كانت تعيش عهد السيبة؟ كان يتمتع بصفة الحماية الأجنبية التي وزعتها كل من فرنسا وبريطانيا ثم ألمانيا، واستفاد منها الكثير من كبار تجار المغاربة والشرفاء، وأصبحوا خارج قانون المخزن محميين من طرف الأجانب. لكن قصة شريف الوزان الذي كان صيته يضاهي صيت السلطان وقتها تختلف عن قصص بقية الكبار، حيث اقترن اسمه بإيميلي كين الشقراء التي جاءت إلى المغرب قبل الحماية الفرنسية، وتحديدا سنة 1872 استهواها المغرب بعد أن جاءت إليه في مهمة عمل، كونها كانت تشتغل في الإدارة البريطانية وحطت الرحال بوزان قادمة إليها من طنجة. لم تكن إيميلي كين تتوقع البتة عندما حلت بمدينة طنجة أن قصة حياتها ستنتهي بالزواج من زعيم أحد أكبر الزوايا بالمغرب في النصف الثاني من القرن 19، حيث ذكرت في مذكرتها My Life Story by إيميلي شريفة أوف وزان تقول: تعودت أن ألتقيه وهو قادم من المدينة أو عائد إلى الجبل حي الجبل الكبير، حيث أقطن مع أصدقائي. مع مرور الوقت عرفت أنه شريف وزان الكبير. في الحقيقة لم يعني هذا لي شيئا كبيرا، تعرفت إليه أكثر في السهرات الموسيقية التي كان يحضرها، كنت متأكدة أنه يروق لي، فقد كان مختلفا عن باقي المغاربة الذين قابلتهم، لكن فكرة الزواج لم تخطر في بالي قط. تقول إيميلي كين في مذكراتها التي نشرت سنة 1911 ميلادية عن الحاج عبد السلام: لم يكن الأمر مفاجئا لكبير شرفاء وزان، فمنذ مدة غادر مهد الزاوية نحو طنجة عاقدا العزم على الاقتران برومية بعدما طلق زوجته المغربيات الثلاث، حيث كان منذ صغره معروف بميولاته الأوروبية التي لم تكن تخفى على أحد. رفضت إيميلي كين عرض الزواج الذي تقدم به كبير شرفاء وزان في البداية متحججة بدواعي دينية، إلا أنها سرعان ما أمتنت لطلب الحاج عبد السلام قائلة: عرفت أن الحياة ستكون مستحيلة من دونه، حيث سارع كبير شرفاء وزان إلى إرسال خادمه إلى لندن للحصول على موافقة والدي إيميلي، والذين أبدي معارضة قوية في البداية قبل أن يحل بمدينة طنجة ويوقع عقد الزواج الذي وافقه عدلين مسلمين، وتم أمام أعين ممثل بريطانيا أنذاك في المغرب السفير دارموند هاي. شكل زواج إيميلي كين التي قادها القدر إلى طنجة، حيث كانت تشتغل كمربية لدى عائلة أمريكية من قبل، إلى شيخ زاوية مهيبة
الزاوية الوزانية، خروجا عن المألوف لما يحمله من دلالات التحدي، لا سيما أن علماء فاس في إبانه عبروا عن رفضهم للزواج الذي أجج وثيرس العداء بين كبير الزاوية الوزانية والسلطان وأهل فاس، دفعه إلى الارتماء في أحضان الحماية الأجنبية فيما بعد. يقول الدكتور محمد الملاحي الوزاني وهو حفيد المولى عبد السلام شريف وزان، إن جده كان سيحصل على الحماية البريطانية لو أراد ذلك، خصوصا وأن زوجته شريفة وزان إمليكاين بريطانية الجنسية، وظلت محتفظة بجنسيتها البريطانية إلى أن توفيت، لكنه رفض الحصول على الحماية البريطانية واكتفى بالفرنسية. يقول الدكتور محمد الملاحي الوزاني أيضا إن مولاي الحاج عبد السلام كان يحتاج إلى دعم وجده في فرنسا بعد أن تزعزعت مكانته في وزان إثر قراره الزواج من نصرانية، كان ينظر المغاربة وقتها إلى جنسها نظرة العدو القادم من الشمال. بسطت إيميلي في مذكراتها التي دونت فيها مسيرة 40 سنة عاشتها وسط المغاربة جانبا مهما من تجربتها، وأيضا التحول الذي طرأ على حياتها وسط منزل الشريف الذي لم يكن سوى الزاوية. في تلك الحقبة كانت وزان عبارة عن معقل وقلعة نفوذ كبير وقصر لأسرة شريف وزان المولى عبد السلام، ورث عن أجداده زاوية يحج إليها الناس من كل حدب وصوب من جهات المغرب الأربع. رزقت إيميلي كين بولدين هما مولاي علي ومولاي أحمد، الذين عملت على تربيتهما وفق النمط الأوروبي، بدليل أن الشريفين كانا يتكلمان الإنجليزية والفرنسية وهما لم يبلغا بعد سن 8. أصبح مولاي عبد السلام وإيميلي كين وأبناؤه يعيشون في طنجة، لعب الاثنان أدوارا حاسمة في فض النزاعات الكبيرة، مسترجعين مكانة العائلة في ميزان القوة السياسية بالمغرب وتقلبا في المناصب الكبرى للدولة، وأصبح ممثلين للقصر في منطقة طنجة. فيما عرفت حياة مولاي عبد السلام شريف وزان تغيرات كثيرة بعد زواجه بإيميلي كين، حيث جر عليه ذلك الزواج الكثير من انتقادات العائلة، تقول إنها باتت تتوفر اليوم على نسخة من عقد زواج إيميلي بمولاي عبد السلام، وفي العقد توجد شروط الطرفين. بدت شروط مولاي عبد السلام شريف وزان أكثر انغلاقا من تلك التي وضعتها إيميلي، إذ طلب في عقد الزواج بأن يعين لها من يرافقها في جولاتها في مدينة وزان وألا تخرج مكشوفة الرأس، كما طلبت هي من جهتها بما كانت تريد المرأة الحديثة لنفسها أن تعيشه، ألا تقاسمها زوجة أخرى فيه، كما أن الطرفين ارتضيا أن يجعل أبنائهما من الذكور يتلقون تربية إسلامية دينية وفق الشريعة الإسلامية ويتولى تربيتهم مسلمون يعينهم مولاي عبد السلام، في حين أن الوضع سيكون مختلفا في حالة إنجاب الإناث، إذ إن إيميلي اتفقت مع شريف وزان في عقد الزواج الدائم على التكلف بتربية بناتها بنفسها وأن تلقنهم الحياة التي تعلمتها، لكن إيميلي بعد زواجها بشريف وزان لم تنجب إلا الذكور وهما مولاي أحمد ومولاي علي، اللذان يرقدان قربها اليوم بمقبرة العائلة في أعلى مناطق طنجة وأقربها إلى البحر الأبيض المتوسط. كشفت إيميلي في مذكراتها أنه بعدما ساءت العلاقة بين الحاج عبد السلام والسلطان مولاي الحسن الأول، أحس الشريف الوزاني أن أمنه بات في خطر ليطلب الحماية الأجنبية، هذا الهوس والخوف صاحبه حتى مماته، حينها حملت إيميلي ابنيها ورحلت بهما إلى بريطانيا
التي بمجرد أن وطأت قدميها أرض الضباب تقول إيميلي: أحسست بالغربة، كل شيء تغير، الكل يسارع يمينا وشمالا من أجل الحياة المادية. وكأن بالشريفة التي تشبعت ونهلت من الطريقة الصوفية والحياة الهادئة بالدار الضمانة لم تجد أمامها إلا إحساسا بالغربة في بلدها الأم، حيث كتبت: كان الكل يسارع في كل الجهات متعطشا إلى الحياة المادية. لتختم مذكراتها بعبارات تحمل من المعاني الشيء الكثير: أتمنى أن يكون لأربعين سنة التي قضيتها بين المغاربة أثر جيد على المستقبل.